تعرف ايه اللي واقع في النيل من كام يوم؟ مفيش حاجه واقع في النيل. متاكد؟ اشاعات والله. اشاعات؟ اشاعات، ما احنا عمالين بنشرب من ميه وعمرنا ما حصل اي حاجه. هو عشان ما حصلكش حاجه فانت دي شايفها اشاعه؟ ما طبعا كده شايفها اشاعه. عليك يا عم عادل، لان لو في اي حاجه هيبان على اولادنا كمان. صح. طب عادي، احنا ممكن اللي بابا غي Ha ha ha!